اهلا بيكم حبايبي طلبات الصف الخامس الابتدائي. النهارده هنحل مع بعضنا اكسرسايز اون ليسون 2 في كونسيبت 2 3. يلا مع بعض. اول سؤال كلنا بنحبه, it shows the correct answer. freezing of liquid chocolate, تجمد الشوكليت السائله needs, بتحتاج ايه؟ بالفريزنج, التجمد بيحتاج ها لو طبعا لو تمبريشن على درجه حراره قليلة. اتنين, when ice cubes gain, لما مكعبات التلج تكتسب طاقة نقط تتحول turn into water, تكتسب طاقة حرارية thermal طبعا. physical change of matter includes, physical change يعني ايه؟ تغيرات فيزيائية, تشمل الميلتنج ولا الفريزنج ولا الميلتنج والفريزنج ولا neither melting, لا ده ولا ده, طبعا الاتنين الميلتنج والفريزنج تغيرات فيزيائية فقط. ليه؟ لأن مفيش تغير في التركيب. أربعة, increasing the temperature of matter, ارتفاع درجة حرارة المادة means that it's a particle, ده معناه إن الجسيمات ها ارتفاع درجة الحرارة have low energy, لا have high energy طبعا. يعني have high energy, عندها طاقة حرارية كبيرة. خلاص يا ولاد, يبقى رقم أربعة إجابتها B. اللي بعد خمسة, the reversible change, التغيرات العكسية of matter are usually, دائما بتبقى إيه؟ تغيرات عكسية, يعني مثلا ممكن المادة السوليد تبقى ليكويد وممكن الليكويد دي تبقى سوليد, يعني الأيس يتحول لووتر والووتر يرجع تاني ايس, دي اسمها تغيرات عكسية عكس بعض. دي تعتبر ايه؟ طبعا physical change, قول لان المادة شكلها بس اللي بيتغير, حالتها بس لكن تركيبها مش بيتغير. ستة, in freezing process, في عملية التجمد particles of matter loss energy, بتفقد طاقة في عملية التجمد, يعني اجيب مية احطها في الفريزر دي اسمها freezing, تتحول من liquid لسوليد, الجسيمات بقى بتاعتها بتفقد طاقة and move with high speed, لا move with low speed, شايف freezing بتتجمد بتقرب من بعضيها تبقى الحركة ايه؟ low speed. يبقى رقم ستة نختار لها, ستة نختار لها يا ولاد, نختار لها C. اللي بعد نمبر رقم سبعة, ايس ستورد انتو, الايس يتحول الى نقط وين تمبريتشر, لما درجة الحرارة ما بين زيرو لمية, يعني هنبدأ نرفعها ها, يبقى الايس تيرند انتو ليكويد ستيت. اللي بعد وين ذا تمبريتشر اوف ووتر ديجريز, لما درجة حرارة المية تقل عن زيرو, it will be turned into تقل, يبقى تحول لإيه؟ على طول أيس صح؟ لما درجة حرارة المية تقل عن زيرو تحول من ليكويد لسوليد, يتحول لإيه؟ أيس. يبقى رقم تمانية إجابتها دي. ترو أور فولس مع بعضين. when ice is heated it will freeze, فولس, لما التلج يسخن بيتجمد, لا it will melt. when solid gains thermal energy it will change into liquid, طبعا لما السوليد تكتسب طاقة حرارية تتحول إلى liquid. freezing takes place by cooling, التجمد بيتم عن طريق الكولينج بينما الميلتنج عن طريق الهيتنج. yes. اللي بعده increasing temperature means, ارتفاع درجة الحرارة ده معناه ان الجسيمات بتاعت المادة have low thermal, لا have high thermal energy. اللي بعده رقم 5, melting and freezing are reversible process, الميلتنج والفريزنج عمليات عكس بعض. yes. اسف يا ولاد انا اسف, ترو انا نسيت وعملت غلط, انا بعتذر ليكم. الميلتنج والفريزنج
عمليات عكسية true. ستة when the particles of matter when the particles of matter move with high speed لما تتحرك بسرعة كبيرة its temperature will decrease false العكس increased. خلاص يا ولاد water remains liquid المية تفضل سائلة سائلة ما بين 0 و 100 true. 8 freezing means تجمد معناه تحويل المادة من السوليد للليكويد فالس العكس من الليكويد للسوليد. خلاص يا ولاد اللي بعد ها رايز ذا ساينتفك تيرم زي ار تشينج ان ماتر ويتش ار يوجوالي اللي غالبا ريفرسبل اند دونت افكت ان اتس ستراكتشر تغيرات هي تغيرات عكسية ولا تؤثر في التركيب. يبقى بيتكلم على مين؟ physical change. physical ايه يا ولاد؟ change. اللي بعد it is the process by which particles of matter gains عملية فيها الجسيمات بتكتسب طاقة and change وتحول تتحول من السوليد للليكويد يبقى melting. it is the process by which particles of matter lose بتفقد طاقة وتتحول من الليكويد للسوليد العكس freezing. very good برافو عليك انتوا شاطرين. the state of water حالة المية when the temperature لما تبقى درجة حرارتها ما بين 0 و 100 تبقى liquid state حالة سائل. خلاص يا ولاد حالة ايه سائل. السؤال اللي بعد رقم 4 هنا اعطيني كلمات نختار منها نحطها تحت freezing تجمد increase تزداد water مية temperature درجة حرارة degrees تقل particles جسيمات melting انصهار ناخد من الكلمات دي نحطها تحت when the chocolate cube مكعبات الشوكولاتة is exposed تتعرض للsun rays its temperature will على طول increase لما تتعرض لإيه للsun rays أشعة الشمس درجة حرارتها ترتفع and it will become liquid تبقى liquid. يبقى رقم واحد هنختار ايه increase. اتنين matter can be changed from one state to another المادة ممكن تحول من حالة لأخرى by changing its بتغير temperature. تلاتة when we put a bottle containing water لما نضع إناء به ماء in freezer its temperature will يلا فكر طبعا درجة الحرارة decrease تقل. خلاص يا ولاد when we put نحطها هنا يا ولاد انا اسف انا نسيت when we put a bottle containing water in freezer its temperature decrease will decrease وbecome solid. اللي بعد اربعة solid state turned into liquid state by نقط بروسيس السوليد يتحول لليكويد باي ايه يلا فكر طبعا باي ميلتينج انصهار ليكويد ستيت تيرن انتو سوليد العكس فريزينج فريزينج بروسيس باي تشينجينج ذا تمبريتشر بتغير درجه حراره الماده اتس نوت سبيد ها نختار ايه بقى its particle speed سرعة الجسيمات will change. يبقى رقم ستة نكتب ايه يا اولاد particles. اخر سؤال zero degree is the freezing point freezing point of ايه خدناها في الملاحظات zero celsius is freezing point درجة تجمد الماء. خلاص مع بعضين جي فريزم يعني جي فريزم اذكر السبب when the temperature of ice cube increase they will melt ليه لما درجة الحرارة بتاعت مكعبات التلج تزداد they will melt ليه يلا فكر معايا ها ها فكرته لدرجة الحرارة بتاعت الايس
لما بتزداد زي ويل ميلت. ليه؟ لان الايس كيوب gains energy and it change from solid state to a to liquid state. يبقى because ice cubes gain energy بتكتسب طاقة and it change تحول نكتبها هنا بقى from solid to liquid. اللي بعد بص melting and freezing process كل من الميلتنج والفريزنج تعتبر physical change. ليه؟ because they are a change in the state of matter not a change in its structure. لأن ده تغيرات في حالة المادة مش تغيرات في ايه؟ في التركيب. فاهمين يا أولاد؟ يبقى because they are a change in state of matter. لأنها يا ولاد لأنها تغير في حالات ايه؟ في حالات المادة without any change in structure without any change in structure. نقول تاني ليه الميلتنج والفريزنج بروسيس تعتبر فيزيكال تشينج؟ بيكوز ذي ار تشينج ان ستيت اوف ماتر لان تغيرات في حاله الماده without any change in structure. تاني لانها تغيرات في حاله الماده بدون اي تغيرات في التركيب without any change in its structure. يلا قربنا نخلص. What happened؟ ماذا يحدث؟ يلا نفكر مع بعضينا. What happened? The particles of water when its temperature decreases below zero. الله جسيمات الماء لما درجة حرارتها تقل عن زيرو. يلا فكر معي ايه اللي هيحصل؟ ها يلا يا اخويا فكر ركز. طبعا البارتكلز دي هتتحرك بسرعه يا اولاد بسرعه اقل صح. يبقى البارتكلز موف سلو تتحرك ايه؟ تتحرك ببطء. وايه كمان؟ and it change into ice. طبعا يبقى جسيمات الميه لما تبقى درجة حرارتها تقل عن زيرو تعمل ايه؟ particles move slow تتحرك ببطء وتتحول الى ice. a piece of chocolate if it's exposed يصل ايه لقطعة شوكولات لما تتعرض للسن راي it will melt او it will change from solid to liquid هي هي او تنصهر. اخر سؤال واقول لكم باي باي. دي كده مادة كأنها سائلة دي شوكليت ودي نار ودي تلاجة. بيقول لك during melting process أثناء عملية الانصهار picture not it change. طبعا في الانصهار المادة الصلبة اللي هي دي تتحول إلى مادة سائلة اللي هي إيه؟ with the help بمساعدة إيه؟ دي لازم تكتسب طاقة يبقى بمساعدة البيكتشر سي. اللي بعد during freezing أثناء التجمد لما دي بقى تيجي تتجمد يبقى بيكتشر إيه؟ تتحول الى البيكتشر بي. طب لما تتجمد لازم نحطها في التلاجة يبقى بمساعدة بيكتشر دي. سهلة ولا صعبة؟ خلصنا يا ولاد الاسئلة على لسن 2. اتمنى ان انت تكونوا فهمتوا واستفدتوا. ربنا معاكم ربنا يوفقكم والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.